نحتفي بافتتاح المبنى الجديد لمركز القرآن الكريم في حي الصحف النجف الأشرف، وهذا المركز من أهدافه أنه يشيع ثقافة القرآن الكريم في أحياء النجف الأشرف الشمالية، ونسأل الله تعالى أن نوفق لإقامة الدورات والندوات والمؤتمرات في هذا المبنى. أول ما بدينا هذا المشروع أول أساسا هو قربة إلى الله تعالى، بعدين ثواب اعتبار نويت نية بثواب أمير المؤمنين عليه السلام، وعتبة باعتبار عتبة العلوية هم الذي قاموا بهذا العمل. وأنا بالنسبة لي البناية والمئتين وخمسين متر اهديته لبر حسن علي عليه السلام بشراف العتبة العلوية.